في 23 من مارس 2022 توغلت سيارة مفخخة في موكب اللواء الركن ثابت جواس في مهمة مخطط لها بعناية. كان الموكب يمر بالمدينة الخضراء في مديرية دار سعد بمدينة عدن، وكانت الكارثة مقتل جواس ونجله وبعض مرافقيه. تنحدر أصول جواس إلى مديرية ردفان بمحافظة لحج، إلا أن جذوره الوطنية تعود لليمن كله، حيث شارك بفاعلية في حروب الجمهورية ضد الميليشيا الإمامية بمحافظة صعدة. وفي الحرب الأولى التي جرت أحداثها في 2004 قتل قائد أول تمرد إمامي مسلح حسين بدر الدين الحوثي، ما أكسب جواس شهرة وطنية واسعة. في 2011 انضم جواس إلى ثورة فبراير، وعقب انقلاب ميليشيا الحوثي وصالح على السلطة التوافقية في 2014 وتوسعه باتجاه الجنوب، شكل جواس النواة الأولى للمقاومة الشعبية في لحج والضالع، ليعين في مارس 2015 بقرار جمهوري قائداً لقوات أمن عدن، ثم لمحور العند واللواء 131 مشاة. وأنتم تواجهون عصابات الأجرام المختلفة من أعداء الحياة والإنسانية. ما بين سبتمبر 2004 ومارس 2022 تقول السيرة الذاتية لجواس إنه قائد عسكري تجاوز المناطقية والجهوية ولم يعرف غير اليمن الكبير وطنا له، حيث تحسب له مواجهته الميليشيا الكهنوتية في وقت مبكر، وهو ما جعله عدوا أول الحوثيين. شكل استشهاد جواس بالنسبة لكثير من اليمنيين صدمة كبيرة، ما جعلهم يوجهون سهام الاتهام لميليشيا الحوثي المستفيدة الأولى من اغتياله، والتي لم يخف قياداتها فرحهم بحادثة اغتياله، إلا أن الحادثة الأليمة طرحت استفهامات كثيرة، منها كيف تم التفريط بحماية رمز وطني كجواس في وقت تواجه فيه اليمن ميليشيا إمامية تريد إعادة البلاد إلى عهد الكهنوت، وكيف تنتهي حياة العدو الأول للأسرة السلالية في مدينة كعدن يفترض أنها محررة من ميليشيا الحوثي.